تواصل معارض أهلا رمضان المنتشرة في أنحاء محافظة دمياط تواصل تقديم وبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبتها من 30 إلى 40%، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية. تتضمن المعارض سلعا غذائية وخضروات وفواكه وأسماك ولحوم ومنظفات، إلى جانب القسم الخاص بالمجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص في المحافظة. ويتضمن المعرض أشغالا يدوية ومفروشات ومجمدات من إنتاج سيدات المدينة. وفرنا جميع السلع، الجميش، المكسرات، التمور بأسعار مخفضة وجودة عالية، بجانب ان فيه لحوم سوداني ولحوم بلدي، وده لصالح المواطن الدمياطي. واحنا بنعمل كده اصلا لصالح المواطن، يعني لصالح الشعب الدمياطي، على اساس ان يبقى فيه كل حاجه موجوده في المتداول باسعار مخفضه وبجوده عاليه. والله المعرض هنا موفر كل حاجه واسعار كويسه عن السوق. احنا طبعا جينا هنا احنا والاسره على اساس برضك نشتري نشوف الحاجات، ولقينا الحاجات يعني الحمد لله في كويسه واسعار يعني في متناول. جبت بلح وجبت تين وجبت قمر الدين، وان شاء الله يعني الحاجه هنا اسعار كويسه يعني.